الحوار الجهوي حول الاستثمار ببني ملال خنيفرة ينطلق بحضور الفاعلين الرئيسيين بالمنظومة المقاولاتية للجهة. الحدث يأتي تحضيراً لمنتدى الاستثمار في قلب المغرب المقرر عقده في مايو المقبل. الحوار سيتشكل من ورشات ومناقشات حول التحسين المستمر لمناخ الأعمال. الدولة تبنت خارطة طريق وطنية بهذا الخصوص في مارس 2023، تضمنت 46 مبادرة، 70% منها تم إطلاقها، و41% منها منتهية أو في مراحلها الأخيرة. d'ores et déjà été finalisé ou en cours de finalisation. La stratégie ديالنا ان شاء الله في ما تبقى من الولايه هو تشجيع الاستثمار وخلق ما يمكن امكانه من فرص الشغل بالجهه، اولا لما تتمتاز به الجهه من مؤهلات طبيعيه وبشريه وكذلك الموقع الاستراتيجي للجهه اللي توجد على بعد ساعه وساعه ونصف من مدينه الدار البيضاء. اللقاء فرصة للتذكير بسياق ورهانات تنمية الاستثمار الخاص واستعراض حصيلة الاستثمارات على مستوى الجهة مع مناقشة الإكراهات واقتراح التوصيات. كان هناك نقاش جد بناء وتم استسقاء مجموعة من التوصيات بهدف رفع من أداء الجهة في مجال الاستثمار تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يؤكد على ضرورة دعم الاستثمار الخاص وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحوار الجهوي حول الاستثمار سيستمر على مدى شهرين، يعقد خلالهما 14 يوما دراسيا لمناقشة مناخ الأعمال وخصائص أقاليم الجهة والروافع المهمة للاستثمار، إضافة إلى تدارس إمكانيات الجهة على مستوى القطاعات الاستراتيجية.